اليوم هذا النهار مبارك في هذه المدينة التاريخية مدينة القصر الكبير واللي كيتنظم فيها اليوم الوطني للتاجر تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله. حقيقة التاجر هو دابا يتخبط بشي في هذه القضية ديال العولمة، عندنا أساس باش يكون ياخذ واحد النوع ديال التكوين من ناحية ديال الرقمنة باش يكون في الواجهة. بطبيعة الحال إذا تكلمنا على التجارة الإلكترونية، فالتجارة الإلكترونية دابا بدات كتغزو التجارة، وصلت أكثر من 10% ديال التجارة المغربية، وخص واحد المواكبة ديال التاجر الصغير، لأن المستقبل ديال التجارة كيتركز على التجارة الإلكترونية. وحنا التكوينات اللي كنعملوا داخل الغرفة ديال التجارة والصناعة والخدمات كلهم تكوينات دابا في التجارة الإلكترونية.